والآن نتابع مع حضراتكم هذه اللقطات الأولى من كاميرا الكنيسة المرقسية في الإسكندرية قبل وقوع محاولة استهداف الكنيسة عن طريق أحد التفجيريين الذي فجر نفسه أمام الكنيسة. هذه اللقطات الأولى من كاميرا الكنيسة المرقسية كما نتابع. هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام، هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام، هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام، هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام، هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام، هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام، هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام، هنا هو جاي اهو، هو ده اللي ظاهر عندنا داخل على البوابة، هو كده داخل على البوابة، حب يتعدى البوابة من الجنب بتاع الأمن رجعه وقام داخل من على البوابة، قال له زمرت البوابة عليه، رجع قام فجر نفسه. تمام،